الضرر كيضر كلشي، ولكن الكليان ديال السيارات الاجره كيبقى ديما كليان ديال السيارات الاجره، ما عمرو يمشي وما عمرو كاع يمشي في على حسب الحافلات وعلى حسب الترامواي وداكشي. كل واحد عنده كليان ديالو، وكل واحد كيعرف اشنا هي الحاجه اللي غتخصو واش يوصل في ساعه ولا عنده الوقت ولا ما عندوش الوقت. أما بالنسبه للضرر كيتضر كلشي ماشي غير حنايا، راه الانسان مضرور. الا كان غادي يمشي معايا اليوم جوج مرات ولا ثلاثه ودينا ثلاثه الناس بالثمن ديال 10 دراهم، والانسان شحال كياخذ في الشهر هذا السيد هذا باش يركب معايا انا؟ لكن الضرر ماشي غير عليا، على جميع الناس اللي كيتجهوا للسيارات الاجره، ماشي في صالح سيارات الاجره وماشي في صالح الاثنين، حتى الناس ديال سميتو، لان الوضعيه كتضرب كل شيء. واش غير حنا اللي مضرورين؟ راه الناس كدير الاعراس معروضين مضرورين، راه الناس راه كل شيء وقف، راه الكونفيكسيون راه كتوقف، راه ماشي غير الطاكسي. حنا كنخدموا مع الدريات ديال الصناعي الصباح، كنخدموا معاهم في العشيه، الشركه تيتقلصوا، عدد العدام العمال كيتقلصوا، ما كيبقاش هذاك الشيء غادي على حسب ما يرام. انا الصباح جي من 16 كنتفاجئ بالناس ما عندهاش فاش تركب، حتى الكار دايرين لي 25 بلاصه، انا جايب ثلاثه البلايص، والانسان كيركب معايا انا ب 400 ريال، وليت تنقول لي انا 600، وهو تيقول لي لا بقى تما، وكيجي واحد وحنا كندوزو معاهم وهازين ثلاثه البلايص وكنشوفوا الناس ما لاقياش فين تركب، وكيفاش غادي نديروا لهذا الشيء هذا؟ راه الناس راه مضروره، راه كاين اللي يركب معنا بزز منه، وعنده واحد العدد ضربوا في الشهر تيخرجوا على حساب النقل ديالو، ودابا ما بها تيتزاد ليه الثمن زائد العمل ديالو فين كيشتغل هو، حتى هو توقف وكيمشي ويجي كيلقى راسو بداك الشيء اللي كيمشي ويجي معنا حنا يلاه يكفيه في المركوب. انا بالحل اللي بقى الشكل اللي كنا به غاديين به من قبل، الشكل اللي كنا غاديين به من قبل كانوا عندنا 75% خمسه الاماكن، كنا تنقولوا راه غادي تعالج المواقف وترجع ديك البلاصه ديال السته حتى هي ونرجعوا عاديين. ما بينا كنتفاجئوا دابا ب 50%، وحنا نورمالمون هنايا في وسط المدينه راه خصنا نخدموا بربعه، هما دابا حتى ثلاثه كيقول لك تخدم بثلاثه، ولا يمكن ندير انا 10 دراهم كما قلت لك في الاول لواحد الشخص غيركب معايا انا، شحال كياخذ هذا السيد هذا في الشهر باش ندير له انا 10 دراهم؟ الضرر في المغرب راه على الجميع، راه وزاره الداخليه ملي كتجي تشتغل معنا حنا على الطريق راه هي عليها ضغط، راه الاوامر جايه من الفوق، وهذا الشيء كما كتعرف انت مشاركه فيه وزاره الصحه، وزاره الداخليه، وزاره النقل، ماشي غير سينياتور وحده، راه كاينين ثلاثه الوزارات اللي موقعين على هذا الشيء، وحنا كيجينا واحد الضغط. وعاد باش نزيدك واحد القضيه اخرى، وما رايكم الطاكسي دابا اللي كيقول لك هويا ما تحيد لي والو انا من الروسيطه؟ كيفاش غندير لهاد الروسيطه؟ واش نخدم عليه هو؟ هذاك الشيء اللي كان بكري ديال الثالثه ما بقاش، دابا راه الناس مضروره، هذا الشيء خصو يرجع للمكانه ديالو. حنا الناس كيطلعوا معنا كيديروا الاجباريات ديالهم والمسائل ديالهم، والناس ملقحه وداك الشيء، واحد العدد كثير اللي كيراعيوا المجتمع كلهم تلقحوا، وكنديروا الكمامه ديالنا وحنا كنفرضوا على الكليان ديالنا تكون عنده الكمامه، وحنا مقابلين راسنا. وميم عندنا حنا كون كنتي حدا السيارات الاجره ديالي غنوريك عندي الماده وداك الشيء وكل شيء، ولكن السياره جات اللور ديالي عندي كل شيء في الطوموبيله، كنلقح الناس اللي بغى يغسل يده واللي بغى يمسحها، عندنا المسائل، ولكن هذا الشيء ما تنهضروش عليه. مثلا انا عندي باش نشري هذا الشيء للناس، راه كاين اللي غير شيفور ويجي وكيقول ليه واحد الثمن وهو ما ناقص ليه والو، راه ما يمكنش. دابا دونك هنا خصنا نراعيو المجتمع، نراعيو الكليان ديالنا، الركاب. ودابا انت زربان غتركب في الطوبيس، الا كنتي زربان غتشد شي حاجه اللي بريسي، انت ما كرهتيش تشد الطاكسي احمر، كتراعي وكتشد الطاكسي ابيض، والطاكسي ابيض دابا البلاصه كنبقاو نتسناو حنايا ربع ساعه وتشاد النوبه وخدام مع وسط المدينه. الا قلت لك انايا راه ساعه الا روب ويلا عندي بلاصه وحده وغادي للسطات كي غتجيك؟ على شحال عمرت انا ثلاثه البلايص وكيجي كيقول لي شحال؟ كنقول له ودي راه غتخلص جوج اماكن باش انا نمشي بثلاثه. هو هذا الشيء اللي كاين اللي غنوصل لك انا، هذا هو الميساج وصافي، شي حاجه اخرى ما غنقولهاش لك. انا قلت لك اللي شفت واللي درته هو هذا الشيء اللي كاين، وكنطلبوا من الجهات المعنيه باش تراعي لهذا الشيء هذا، فهمتي؟ باش ترجع الامور، راه هي الامور الناس راه ملقحه وعندها الكمامه عندها كل شيء، وحنا ملي كنطلعوا راه كيهضروا معنا الناس بزاف في الطاكسي، كيقول لك حنا ودي راه ما عندنا حتى شي مشكل، راه عيونا على الثمن، وحنا ما يمكنش نبقاو ضاغطين على المجتمع اللي كنتعايشوا معاه، وهذا راه تكافل بيناتنا.